ماستر واحد ويطلع اوتبوت الناس كلها مستنيه اوتبوت مليون يوم. ده هيدبند مينلي على الاكسبيرينس. انا كرم كسب الراجل ده هيطلع يونين حلو قوي. I support Mohanned Gomaa for SU presidential election. I support the most qualified person on campus to be SU president. I support Mohanned Gomaa. I think Mr. Mohanned Gomaa is the most experienced candidate and that's why I support Mr. Mohanned Gomaa. شايف ان الالكشنز اللي جايه دي ما يعني اصلح واحد فيها هو مهند جمعه. مش هقول ليه بس يعني لو فكرنا الاول هو مهند داخل اوسكس من اوسكس لغايه دلوقتي هو كل شغله في اليوم. I support Mohanned Tarek Gomaa for SU presidential election. بالنسبة لي هو أحسن حد ممكن يمسك البريزيدنشال بتاعت السنتين. I support Mohanned Gomaa. أنا شايف إن Mohanned the most experienced person in the position ده. He is very fit for this position and I support Mohanned Gomaa. I think Mohanned is one of the most dedicated people I've ever seen بيشتغل في اليوم. I think برضه هو أحسن واحد ممكن يمثل us. اشتغلت مع مهند دي السنة التانية اللي اشتغل معاه فيها. السنة اللي فاتت كان الجير بتاعي تشين سيرفيسز، كنت في سيرفيسز كوميتي. هو من أكتر الناس اللي شفتهم كوميتد لليونين وبيحبوا اليونين وأوتبوت أورينتد أوي. بيحب يعمل دايما الحاجة اللي الناس عايزينها أو الحاجة اللي ممكن تكون تفيد الستودنتس. فاهم أوي، إكسبيرينسد أوي. أنا شخصيا اتعلمت منه كتير أوي وشايف إن هو دلوقتي ممكن يكون the best person position ده. يعني دلوقتي اليونين محتاج ان هو يبقى في strong leadership، حد يعرف الشغل بيتعمل ازاي وحد يخلي students يشوفوا اليونين حقيقي ممكن يعمل ايه. شايف ان مهند احسن واحد واسرع واحد في ال position ده، عشان كده I support مهند طارق جمعه. على السؤال ليه مهند طارق جمعه؟ فانا اقدر اقول ان مهند طارق جمعه في رايي هو اكتر حد صالح للبوزيشن اللي احنا بنتكلم عليه ده. ليه؟ لان في رايي ان مهند طارق جمعه ده اكتر حد بيحب اليونين يعني في الجامعه الامريكيه. راجل اوسكس، انا اعرفه من اوسكس، راجل دخل اوسكس اشتغل في اليونين من اوسكس لحد النهارده وهو في اليونين. اترقى للممبر لهيد لتشير للفايس بريزيدنت. يعني محتاج حاجه في الفتره اللي احنا فيها دي، فهو مش محتاج شعارات ولا محتاج سلوجنز ولا محتاج يعني اي فكره اكتر من ان هو محتاج الشغل كله. listen to what he has to say and make your own choice and your own opinion. I advocate مهند جمعه، please do the same. اعرف مهند من 4 سنين، هو بني ادم كويس جدا واشتغل في اليونين بقاله كتير قوي. لكن اي حد يروح يسمع اليوم ده هيشوف قد ايه هو راجل محترم، قد ايه هو عايز يعمل حاجه، قد ايه احنا محتاجينه في الفتره اللي جايه دي، عشان اول سنتين ينتهي من الاول. محتاجين الاكسبيرينس بتاعته، ان هو كان واحد اشتغل في اليونين بقاله 5 سنين. ومتاكد ان اي حد هيسمع كلام هوندا وهيشوف هو بيأكد ازاي، هيعرف تصرفاته، هيعرف شخصيته، هيعرف ان هو احسن ذا بيست تشويس وي هاف. انا مهند عنده اكسبيرينس كويس جدا ان هو يصلح ان هو يكون اسيو بريزدنت. انا مهند اعرفه من بقالي حوالي 4 سنين، بس احنا اشتغلت في اسيو في مهند سيرفيسز، وبعد كده قعد يكبر وشاف بي ار وشاف انستجرام. طول الوقت ده موجود في اليوم في نفس الوقت. بشوف مهند شايف ان هو عنده بروجريس كبير جدا، شايف ان هو بيتطور، شايف ان هو بيعرف حاجات اكتر جوه اليونين، شايف ان هو عنده الاكسبيرينس النو هاو، دخل في كل كوميونتي، بقى كان بيدخل في كوميونتي ثانيه بيحاول يساعد، بيحاول يعمل حاجات كتير جدا. فاعتقد ان مهند كويس جدا للاسيو وكان كويس جدا فيه وربنا يوفقه. صح كنت واثق فيه تماما لدرجه ان انا كنت بسيب له مكتبي وبيعمل كل شغل في المكتب عندي. بعد كده هو ديفلوبمنت كان بيعملها لنفسه مع الممبرز كلهم، طور الستايل اللي كان بيشتغل بيه في السيرفيس كوميونتي بتاعته. وبالتالي الحمد لله ربنا كرمه بقى للتشير بتاعها، وبعد كده بقى فايس بريزدنت، وانسان موثوق فيه جدا وعنده افكار دايما كريتيف. مهند شاب كويس، والفتره اللي قضاها معانا وهو في الاتحاد كان اداؤه متميز شديد الادب، بيراعي زميله كويس جدا. هو بصفه عامه شديد الاحترام، بيحترم نفسه كويس جدا، بيراعي مصالح زميله كويس جدا، بيهتم بيحترم الجامعه اللي هو فيها، وده شيء متميز بالنسبه للطلبه في السن بتاعه. ساعات هو من النوع اللي بيحب يساعد زمايله، لو كان في اي مشاكل مع اي حد منهم بحس ان هو قلبه عليه وبيشرح لي ظروفه.
هو ذات نفسه من النوع الهادي اللي يعني عنده التالنت بتاعت البروبلم سولفينج. نفسه لو كنت ستودنت كنت من الناس اللي كنت ارشحها في تيرنايسون ان انا اكون مهند. انا بقالي 5 سنين شغال في اليونين، شفت الحاجات الكويسه وشفت الحاجات الوحشه. دلوقتي محتاج ايه؟ محتاج شغل اكتر ما هو محتاج كلام، محتاج شغل، لان الناس سمعت كتير بس عمر ما الكلام ده بيتحقق. فالناس لوست التراست بتاعت اليونين، واليونين ما بقاش فيه السبورتس بتوعه. فانا جاي دلوقتي بقول ان في مشاكل كانت موجوده في اليونين احنا مش هنعملها، احنا المفروض نصلحها. جاي عشان نستغل الريسورسز الموجوده ونستغل الاكسبيرينس عشان نقدر نطلع حاجه، جاي عشان بجد نقدر نسيرف ونريبريزنت الناس زي ما هي الناس عايزه.